بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم، وحشتوني جدا، وأهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة وهو ملعب المتألق وهو دودي سبورت. حلقة اليوم بتتكلم على استمرار صفقات نادي الزمالك، وسموحة جاب صفقة وهنقول عليها من هي صفقة قنبلة الموسم بالنسبة له وهو التألق والإبداع. بس قبل ما نخش على باقي الصفقات وهل التشكيلة المتوقع لزمالك أمام بيراميدز اللي هنتكلم عليه في حلقة اليوم، عايزين نعمل اشتراك للقناة ونفعل الجرس ونوصل الفيديو إن شاء الله إلى 3000 لايك، بنجح بيكم وبدعواتكم وإن شاء الله أكون عند حسن ظنكم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. أنا جيت من فترة اتكلمت وقلت إن لو الزمالك جاب عنصر من عناصر أساسيين أو أي صفقة من الصفقات تكون كويسة لازم تكون سنها صغير، وفعلا الزمالك قدر يخلص رسميا فهمي نظمي رسمي مع مهند مبارك لاعب الفتح الرباط ب 700 ألف دولار، يعني معدل 12 مليون و600، واللاعب عنده 21 سنة وبيلعب ديفندر رقم 6، هتقدر تستفيد منه في كل الاتجاهات. مهند مبارك لعيب كبير جدا، عنده 21 سنة، يعني من مواليد يعني هنقول 2000 2001، من الحتة دي، وفعلا لسه بخيره ولسه أداؤه ممتاز ولسه واخد سيت أكتر من سيته، يعني الراجل نادي الزمالك هيقدر يستفيد منه رغم اللي هو زي ما قلت لحضراتكم عنده 21 سنة. كل التوفيق لمهند، لمهدي، مهدي مبارك، معلش مهدي مبارك، ما هو مهدي زي مهند، الاتنين تحس ايه قريبين من بعض، ولا يا ابو كباتن صباح الفل. مهدي مبارك رسميا في نادي الزمالك من بدايه الموسم الجديد في استمرار صفقات نادي الزمالك اللي دايما على طول بقول لحضراتكم عليها. الصفقه الثانيه اللي عندنا وهو ابن، لا مش هنقول ابن النادي الاهلي بقى، نجم النادي الاهلي السابق اللي قدر البيتسو موسيماني ما يستفيدش منه، وقدر النادي الاهلي بجمهوره يندم عليه بعد ما مشي، وقدر الراجل بعد ما مشي يتألق. الراجل كان عطشان كوره من كتر القعده، تحس اللي بقى جاله اصابات كتيره واجهاد والكلام ده كله، وهو اللاعب جونيور اجاييه. اجاييه يوقع لسموحه 3 سنين مع الرأفه، يوقع لسموحه 3 سنين مع الرأفه. سموحة هيقدر يستفيد وهيكسب نجم كبير زي جونيور اجاييه، لعيب مهاري، لعيب مخضرم، لعيب بيقدر يعدي من اي حتة في الدنيا، لعيب امكانياته عالية جدا جدا جدا، بتقدر تستفيد منه كويس. انا بقول لك لو كان الزمالك قدر يتحرك شوية كان هيقدر يجيب الصفقة دي، بس خلاص الصفقة تمت على سبيل سموحة، وسموحة في اسكندرية، واسكندرية يعني البحر والهواء والجو الجميل ومتعة الإثارة ومتعة الجمال ومتعة الحلاوة مع جونيور اجاييه، هيكون مستمتع وكل يوم هينزل البحر. جونيور اجاييه هيتفسح، هيشم شوية هواء. عايزين نتكلم شوية كده شوية قبل ما نخش على التشكيل المتوقع بتاع الزمالك، عايزين نتكلم يا جماعة على لقاء الأمس اللي انتهى بالتعادل السلبي بين الأهلي، بين الأهلي والمقاولين والنادي الأهلي. يا جماعة أنا مش قادر أقول لك، ما ننساش النادي الأهلي عنده مستشفى فعلا، تحس اللي هي مقصرة معاه بجد، تحس اللي الدنيا كلها الجمهور كله حاطط على النادي الأهلي بشكل فظيع. اللعيبة كلها مجهدة، اللعيبة كلها مرهقة، اللعيبة كلها ما بترتاحش، كل يوم تمارين، كل 3 أيام ماتش، كل يوم ما فيش، تحس اللي الذهن لازما يقل، العضلة لازما يجي لها شد، التعب هيبان على اللاعب، كل الكلام ده إذا كان مش من سبرنت هيبان من التروت الخفيف اللي أنت بتجري جري خفيف، وفعلا فعلا ده اللي بان، وقدر فعلا يكون عندك أكتر من لاعب مصاب زي بيرسي تاو، وطبعا طاهر محمد طاهر وحسين الشحات واكرم توفيق وصلاح محسن واحمد عبد القادر. لا فرقه يا جماعه، تحس اللي فرقه، ده في تيم،
في لا يقل عن 10 11 لاعب فعلا فريق مع النادي الاهلي. يعني لو اللعيبه دي موجوده، انا من وجهه نظري فعلا اللعيبه دي لو موجوده واخده حريتها واخده راحتها والناس دي كلها، فعلا النادي الاهلي هيدوس على ماتشاته وهيتالق في ابداعاته. وفعلا انا بقول لك، انا كزملكاوي بقول لك الحق، انا بتكلم في الصح، بقول لك لو الاهلي واقف على رجليه واقفه كويسه هيجي حد يقول لي ايه يا كابتن دودي، هو انت مالك يعني بتطبطب قوي النادي الاهلي كده ليه؟ لا انا مش بطبطب، انا بوصل لك بس المعلومه اللي فعلا هي دي الحقيقه، اللي فعلا لو النادي الاهلي عنده اللعيبه دي كلها سليمه واقفه على رجليها واخده راحتها النفسيه كويسه ومرتاحه راحه نفسيه وكل حاجه بالنسبه للنادي الاهلي، فعلا النادي الاهلي يا جماعه هيكسب كل ماتشاته، مش هيتعادل ماتش. لكن انت جاي كل 3 ايام ماتش مع ضغط مباريات، مع ضغط بطوله افريقيا، مع ضغط مش عارف ايه، مع ضغط ايه، كل ده يا جماعه اجهاد. لقاء الممتع، اللقاء الممتع وهو فييرا هيكون قدام تيكس جونياس اليوناني، يعني برتغالي مع اليوناني، ولقاء هيكون فيه كوره، لقاء هيكون اثاره ومتعه، لقاء هيكون من العيار التقيل اللي فعلا كل جمهور الزمالك مستني لقاء زي ده علشان يشوف فعلا نادي الزمالك لو قدر يفوز في لقاء الغد في لقاء بكره هيكون يقترب قريب بنسبة 75% من مسابقة الدوري، من درع الدوري. بس تيكس جونياس الميزة اللي فيه بيعرف يلعب كورة من تحت كويس، بيعرف ينقل كورة على الأرض كويس، ما بيحبش الكور الطويلة، ما بيحبش الكور العالية، ما بيحبش اختراقات أي حاجة، لا هو بيحب السهلة، بيحب السهل الممتنع، بيحب الكورة على الأرض، بيحب يبدأ من تحت، بيحب يشتغل مع الحارس، كل الكلام ده تيكس جونياس بيحب الحاجات دي جدا جدا جدا. هنقول التشكيل وهنخش على التشكيل المتوقع من خلالي اللي انا بقول لك ان شاء الله فيريرا هيلعب بيه ان شاء الله امام بيراميدز، ويكون فيه التالق والابداع ان شاء الله، ويكون فيه حته الفوز بالنسبه على بيراميدز باذن الله تعالى. نروح على ملعب دودي بودي سبورت. محمد عواد في حراسه المرمى، هيلعب اتنين في قلب الملعب، حسام عبد المجيد ومحمود الونش اللي ظاهر بمستوى رائع جدا 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 جدا، مش قادر اقول لك بصراحه. ولسه في صفقه تانية هقول لك عليها بس بعد ما نخش على تشكيل الزمالك اللي انا بقول لك عليه. الونش حمزه المسلوسي احمد فتوح، هنلعب بقى عايزين نعمل عمق من قلب نص الملعب، هنقدر نشتغل بمحمد عبد الغني في نص الملعب، امام عاشور في نص الملعب، هيلعب على يمين احمد سيد زيزو، على الشمال سيد نيمار، وهيلعب هنا رقم 10. ممكن ابدا برؤى ومحمد عبد الغني والعب قدامهم بامام عاشور عشان املى نص الملعب كويس. هيلعب هنا سيد نيمار، وهيلعب قدام سيف الدين الجزيري، يعني سيف الدين الجزيري، سيد نيمار، احمد سيد زيزو، امام عاشور، رؤى، محمد عبد الغني، احمد فتوح، حسام عبد المجيد، محمود الونش، حمزه المسلوسي، والمتالق المبدع محمد عواد. ده التشكيل المتوقع من خلالي اللي هيتلعب بيه ان شاء الله امام بيراميدز. وقبل ما اقفل معاكم ان شاء الله الصفقه اللي جايه، ويقترب خلاص يقترب الزمالك بيبحث وبيفحر وهيتالق علشان يجيب فاروقه اللي هو نجم خط دفاع المقاولين العرب اللي تالق بالامس قدام النادي الاهلي. فاروقه نور الدين او فاروقه نور الحق او فاروقه زي ما نقول طبعا فاروقه من المدافعين الجيدين جدا 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 اللي فعلا نادي الزمالك محتاج واحد زي ده يقدر يفيد الحته الدفاعيه مع الونش، مع حسام عبد المجيد، مع محمود علاء، مع كل الحته اللي في خط الظهر دي. يعني لو لعب الونش ولعب فاروقه هيكون الاثنين مقفلين تقفيل كويس قوي مع محمد فتح الله اللي جاي، يعني في هيكون عنصر من عناصر الحته الدفاعيه كويس جدا، وان شاء الله باذن الله يكون اللي جاي احسن واللي جاي افضل. ودي كانت حلقتي اليوم ان شاء الله باذن الله، يا رب تكون عجبتكم. قبل ما اقفل معاكم عايزين نشارك القناه ونفعل الجرس ونوصل الفيديو ان شاء الله الى 3000 لايك، بنجح بيكم وبدعواتكم واكون عند حسن ظنكم ان شاء الله. ما تنساش تعمل لي لايك وشير للفيديو، وباذن الله لينك الفيس عندك في اول تعليق في اول كومنت، وان شاء الله تتابعني دايما على الفيس، وتتابعني على التيك توك، وتتابعني على اليوتيوب. طبعا ان شاء الله بنجح بيكم بدعواتكم، وكنا عن حسن ظنكم. بشكركم، سلام عليكم.